اهلا بكم وحلقة جديدة من ايام رمضانية. في 29 من رمضان فرضت زكاة الفطر، الزكاة ذات الانصبة، وشرعت صلاة العيد، وفي نفس اليوم كان الامر بالجهاد. وفي مثل هذا اليوم امر عقبة ابن نافع ببناء مدينة القيروان لتكون حصنا منيعا للمسلمين ضد اعتداءات الروم والصليبيين. وفي مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك لعام 256 هجريا رحل في مدينة بخارى بأوزباكستان الإمام العلامة البخاري. نلقاكم غدا و30 من رمضان وأحداث تاريخية أخرى.